بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم اليوم عن أداء النوافل في البيت وفضل النوافل في البيت. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إن خير الصلاة المرء في بيته إلا صلاة المكتوبة، وهذا الحديث متفق عليه. اثنان، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. هذا الحديث رواه أبو يعلى وصححه الإمام الألباني. أيضا ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة. هذا الحديث رواه الطبراني وحسنه الإمام الألباني. فعلى هذا يكون تكرار هذه السنن في يومه وليلته عدة مرات من السنن الرواتب وصلاة الضحى والوتر، وفي كل واحدة منها يحرص أن يصليها في بيته حتى يعظم أجره ويصيب السنة. ثمرة تطبيق هذه النوافل في البيت، واحد، أنها سبب لإتمام الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء. اثنان، أنها سبب لنزول الرحمة في البيت وسبب لخروج الشيطان منه. أيضا ثلاثة وأخيرا، أنها سبب لمضاعفة أجرها كيضاعف أجر الفريضة في المسجد، والله أعلم.